أهلا بكم أصدقائي، أنا صاحبكم لدينا. النهاردة طلبت طلبية من نون ومتشوقة جدا إن أنا أفتحها معاكم. يا ريت تتابعوني كل يوم عشان أنا هنزل كل يوم فيديو جديد عن الحاجات اللي جوه الكرتونة دي. ودي أول حاجة أنا اشتريتها، ترى هي دي اللي أنا طلبتها. زي ما انتوا شايفين هي دي ايه، علبة رسم كبيرة تمام فيها 208 بيسز. فده تعالوا نشوف الحاجات اللي فيها. انا لقيت في الظهر مكتوب الحاجات اللي موجودة جواها، فده هقرأها لكم سريعا عشان يعني ناخد تلميح بسيط عن اللي موجود جواها. هنا عندنا 12 ميني ماركرز، 24 ووتر كلر بنس، 48 اويل باستلز، 24 كريونز، 24 كلر بنسلز، 18 ووتر كلر كيكس، 15 دروينج بيبر، 30 بيبر كليبس، لارج كليب، 4 لارج كليبس، 1 بنسل، 1 اريزر، 1 شاربنر، 1 باليت، 1 جلو، 1 برش، 1 رولر، 1 سبونج، 1 اورجانيزر، 1 دروينج بورد. فده تعالوا نفتحها. اوكي يلا بينا نفتح من هنا، صح؟ تمام ده وقع. اهو هي دي معاكو علبة الألوان. زي ما انتوا شايفين طويلة جدا، ممكن نشتريها بسعر مناسب. يلا بقى نشوف مكونات العلبة. انا حابة ان انا ابدأ القسم ده عشان انا متحمسة جدا يعني ان انا اشوفه. طيب دلوقتي هنا هنبتدي من هنا كده على الجنب. عندنا هنا سبونج ممكن نستخدمها بقى في الحاجة اللي احنا عايزينها لو يعني لخبطنا الدنيا كده. هنا عندنا الوان كتير، يبقى هنا لو لاحظتوا الفرق بين الصغير والكبير اهو، بصوا ده سنه كبير وده سنه صغير. يعني عشان لو عايزين مثلا نرسم حاجة صغيرة نستخدم الصغير، لا نرسم حاجة كبيرة نستخدم الكبير. وهنا عندنا كل الالوان في المسطرة متدرجة. طيب دلوقتي بقى من بداية القسم ده حاجة تانية خالص. هنا بيبقى عندنا بقى الادوات اللي ممكن نستخدمها. عندنا مسطرة 15 سنتيمتر وستة انش تمام، وبيجي لنا هنا قلم هنا بنلون بيها يعني الفرشة دي بنلون بيها الوان المية تمام. القسم ده بنستخدم كل فيه بنستخدم ايه البراق، يعني القسم النص ده كده كله في الحاجات اللي احنا بنحتاج فيها البراق. وهنا عندنا برضو الوان خشب مدرجة. ودلوقتي تعالوا ننتقل للقسم ده. القسم ده هو القسم الرئيسي في كل حاجة يعني من اللي موجودة. القسم ده يبقى فيه ايه معانا هنا اربع كليبات، ده بنثبت بيه الورق واللي هو هوريه لكم ده بيعمل ايه ولا هنشرح عليه دلوقتي. ده ممكن مثلا احنا بنرسم نثبت كده مخوزة يعني جانبية، لو هنعمل حاجة مثلا الساعة كذا واحنا بنرسم نبص عليها مثلا نعرف ان احنا عندنا درس مثلا وكده. فده يعني بتجيلنا كل واحدة هنا بالشكل ده. دلوقتي تعالوا نفتح القسم المميز الرئيسي اهو. ده المفروض بيجيلنا معاه كده 30 دبوس، وفي لسه على الجنب اللي جنبيه برضو في واحدة تانية اهو تتفتح كده شبه سنادة بالشكل ده. ودلوقتي بنيجي ممكن بقى نعملها ايه، نثبت الورق كده او لو عايزينها متثبتة كويس او يعني متتحركش معايا وانا برسم، بستخدم الدبابيس دي زي ما انا قلتلكوا عليها في الاول. زي ما انتوا شايفين اهو سهلة جدا يعني تثبتها، مش محتاج يعني اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده يعني شكلها حلو قوي. وده زي ما انتوا شايفين برسم فيه، وده القسم الرئيسي عشان كده بنقدر نرسم فيه. اللي عايز يعني يرسم، انا بحس لما برسم كده بحس ان انا برسم شبه الفنانين، بس لما يعني بنعملها كده عادي بنقدر نرسمها كده او نقدر نفتح ده ونرسمه كده برضو، يعني هو نفس الكلام. ومعاكم القسم الاخير وهو ده.
زي ما انتوا شايفين ده بيبقى فيه الادوات برضو اللي بتتبلاش بنستخدمها وبتخلص عادي شبه الالوان الفلوماستر. هنا بيبقى عندنا ايه؟ كريونز. الكريونز ده يعني لما معرفهاش هديله تلميح عليها. الكريونز دي بتبقى ايه؟ الوان شمعية، يعني هي دي الالوان الشمعية. برضو عندنا متدرجة، انا قلت بس اللي يعرفها يقولها لي على الكومنتات، انا مكررينها مرتين وانا مش عارفة ده ايه. فهو بيرسم نفس الاقلام الشمع. هنا معانا جومة تبع برضو القلم، تبع القلم، والجومة دي بتبقى تبع القلم. بيجيلنا جلو هنا اهو، وبيجيلنا هنا دبابيس احتياطية، يعني معرفش هو ده كل التلاتين ولا التلاتين متقسمة نصين. وهنا دي الالوان المية، بس كنت مستخدمة منها شوية يعني، والصراحة انا رسمها حلو جدا 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 يعني. فتعالى دلوقتي نجرب يعني الالوان، مش هنجربها كلها، احنا هنجرب واحد من كل مجموعة. دلوقتي نرسم في المساحة دي واريكم الفرق بين القلم الاسود الكبير والقلم الاسود الصغير. طيب دلوقتي اهو نرسم بالكبير، تمام. ده خط الكبير، بيبقى خطه بالشكل ده، وانا بستخدم الكبير في التلوين يعني اسرع. وده بيبقى الخط الصغير اهو، ملاحظين الفرق. ودلوقتي نجرب الخشب. ده الخشب يعني، بصوا كلهم شبه بعض يعني. وهنا ده القلم الايه الخشب. وكمان يعني نستر لكم حاجة، ان العلبة دي بقى فيها لونين، دي تبقى فيها لونها يا ازرق يا بينك، ومش شرط يعني ان انت تختار زي اللي عايز الازرق ماشي، اللي عايز البينك ماشي. دلوقتي هنجرب الاويل باستل، خلينا ننوع كده، نخليه مثلا لون مختلف غير الاسود، بس اخترت الاورنج البرتقاني، تمام. اها ده الكريون وده الاويل باستل، هو تقريبا شبه بعضهم يعني اهو، تمام. نرجع كل حاجة مكانها. فده اتمنى يكون عجبكم الفيديو زي ما انا استمتعت يعني، الصراحة انا استمتعت جدا 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 ان انا وريتكم الفيديو، والصراحة يعني. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لاصحابكم عشان نعمل اعمال يدويه مميزه. وخلي بالكم اوعوا تنسوا الميستري بوكس اللي احنا حاطينه معانا في القناه، يعني هنوريكم كل يوم فيديو فيه حاجات مميزه. وباي.